إذن سيدنا يوسف بريء كل البراءة من الهم أو من الميل إلى هذه المرأة، مع أنه أجمل امرأة وأحسن امرأة وسلطانها هي سته، سيدته في البيت، سلطان مرت الوزير، عم تدعيه، عم تتسلط عليه، إيه حق عليه، لكن الله أقرب إليك من حبل الوريد. رأى أن الله أقرب إليه منها فتعد، فلولا أن رأى برهان ربه، فكان برهان الله عز وجل أن يجتنب المعصية ويفر، ففر نحو الباب، الباب الأول مسكر، الثاني مسكر، الثالث مسكر، آخر باب رأى سيدها لدى الباب، جاي زوجها عند الباب لنصليها نشرحها. فالآن ولقد همت به، همت به بميلها بهواها بشهواتها، مالت إليه وهم بها. شو هم بها؟ هم ولا لم يهم بها؟ فهمتوا شو الفرق؟ فلو كان ولم يهم بها كان معناته أنه إما خجلا وعيان، وإما أنه ما بينفع للنساء، لكن كلمة وهم بها معناها هو رجل وعلى المستوى العظيم، لكنه راقب أن الله أقرب إليه فاجتنب الخطيئة. هكذا براءة الأنبياء. ولقد همت به، والله عز وجل أثبت لنا براءة سيدنا يوسف بكم وحدة. أولا هذه الآية ذاتها، الله عز وجل قال كذلك لنصرف عنه السوء. السلام عليكم. كذلك لنصرف عنه السوء، أو كذلك لنصرفه عن السوء. شو الآية؟ بدنا نبعد السوء عنه ولا بدنا نبعده عن السوء؟ لو كانت الآية وكذلك لنصرفه عن السوء معناته هو مقرب على السوء، نحن بعدنا، ولكن لنصرف عنه السوء معناته السوء هي هاجمة عليه، لهنا خلصنا منها. فهمتوا المعنى؟ يعني بعد منها إن شاء الله ما بيجي لبالنا أنه وقع سيدنا يوسف في خطيئة مطلقا. كذلك لنصرف عنه السوء. اثنين، إنه من عبادنا المخلصين. لا يكون مخلص ما لم يكن مخلص، يكون مخلص فصدقه في الإخلاص الله عز وجل يختصه فيكون مخلصا. كذلك لنصرف عنه السوء إنه من عبادنا المخلصين. لا نقرأ الآية بقى، ولقد همت به. شو همت به؟ قصدت الفاحش وهم بها، لو دفعها لوقعت، فممكن تقع يجي راسها على الحجر تموت. فشو بيكون سيدنا يوسف؟ صار مجرم، صار بده مقابل القتل
بده يقتل، نبي حامل رسالة بده يبلغها، بده ينقذ أهل مصر 7 سنين. الله كاتب إنقاذ مصر على إيده 7 سنين، أمي من الأمم الله بده يحييها على إيده، فلو دفعها فقط قتلها كان انتهت بموته، كان أمي كاملة ماتت. فشوفوا تقدير الله كماله لنقص. فبإنسان بعملية بسيطة لنصرف عنه السوء، بعد عنه حتى يصير الوزير، وزير المالية، وزير الزراعة، حتى ينفع العباد 7 سنين فقر، ثم يأتي 7 سنين بعد منها داب. فمين اللي علمه؟ هذا فضل الله عز وجل. إنه من عبادنا المخلصين يلي الله اصطفاهم. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، اصطفاء انتقى جل جلال الله. طيب، لنصرف عنه السوء. 2، والفحشاء كمان، لنصرف عنه الفحشاء. السوء ما يسيئك أو يسيء كرامتك بين يدي الناس، هذا السوء. أما الفحشاء التي إذا وقع بها وقع في أمر فاحش، الناس كلها تبتهرب منه، أنه هذا إنسان بيفعل الخطيئة بعد عنه. والفحشاء. 3، إنه من عبادنا. العبد إذا ذكر في القرآن، العبودية نقاء وصفاء. الله ذكر العبودية للأنبياء، الله قال عن نبينا: فأوحى إلى عبده ما أوحى، وقال سبحان الذي أسرى بعبده، فذكره عبدا، وذكر سيدنا إبراهيم عبد، فذكر الأنبياء بالعبودية. إنه من عبادنا يعني من أنبيائنا، فكلمة إنه من عبادنا تدل على أن سيدنا يوسف نبي من أنبياء الله، اصطفاه الله، فهو على حضور مع الله وشهود، فلا يمكن أن يفكر في خطيئة أو أن يقع بها. ثم الله ختم قال: من عبادنا المخلصين. المخلصين الذين في الحياة أخلصوا حياتهم، أخلصوا عبادتهم، وأخلصوا طاعتهم، وأخلصوا خشيتهم لله تعالى. بعد هذا الإخلاص الله استخلصه ليكون نبي هذه الأمة، فينقذ على يده أمة من الأمم، ما بس أهل مصر، أهل فلسطين كمان الله أنقذهم، لأنه والده وأخواته وين كانوا؟ بفلسطين، فأنقذ أهل مصر وأنقذ أهل فلسطين لما صار بإيده وزارة الزراعة ووزارة المال. فالله عز وجل سلك بسيدنا يوسف هذا المسلك لينفع أمة ويحيي أمة. فممكن الله يحيي إنسان فيحيي به أمة، ويمكن بإنسان أن يهلك أمة. فدائما لازم نكون دائما نفتش مين من أهل الإخلاص. من وجد فيه الإخلاص كان فيه الخلاص، من وجد فيه الإخلاص كان فيه الخلاص من الهم والغم والضيق والشدة والمصيبة والبلاء. الله يرفع البلاء ببركة مخلص من المخلصين إذا قام، كما ورد في الحديث إن في سورة آل عمران في أول الصحيفة
الله ذكر أربع صفات: الصابرين، أيوة، إن صابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. إذا كان قام إنسان قبل الفجر فصلى التهجد ثم استغفر الله عز وجل 70 مرة ثم قال 27 مرة اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، كان ممن يرفع الله البلاء به عن الأمة ويكشف الكرب ويسقي الأمة المطر بسببه. هذا إنسان قام قبل الفجر صلى فاستغفر، والمستغفرين بالأسحار. فإذا كان إنسان عم يفز قبل الفجر استغفر الله وأتوب إليه 27 مرة اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات 27 مرة يرفع الله به البلاء ويكشف به الكرب وينزل به المطر. فطيب هذا إنسان، فما رأيكم بنبي أرسله الله أو بولي اختاره الله عز وجل فببركته يرفع الله البلاء عن الأمة؟ فقررنا إذن لولا أن رأى برهان ربه. هون دحنا كمان نبهكم لكلمة: لولا أن رأى برهان ربه. البرهان علمي ولا عملي؟ أنا بدي أجيب لكم الآن برهان أنه الكهرباء شاعلة. هذا البرهان علمي ولا عملي؟ عملي. أما إذا بدي أجيب لكم برهان أن الله معك أينما كنت، هذا علمي ولا عملي؟ علمي. فالله عز وجل قال لولا أن رأى برهان ربه، أن الله معه. لو ما رأى أن الله معه في كل حال لوقع. فهون الرؤية علمية والبرهان معنى من المعاني. فالله عز وجل بيّن أن سيدنا يوسف رأى برهان الله فاجتنب الخطيئة. فلما بنقرأها نحن بنقرأها لولا أن رأى برهان ربه، لما بنفسرها شو بنفسرها؟ بنفسرها شلون؟ لولا أن رأى برهان ربه، لا، الآية القرآنية شو؟ ولقد همت به وهم بها، أيوة، وهم بها. لولا أن رأى برهان ربه لهم بها، بالمعنى هيك ناخذها: لولا أن رأى برهان ربه لهم بها. لولا البرد لشعلنا المراوح. فوجود البرد منعنا مشعل المراوح. شفتوا؟ لولا التعب والمرض لا قعدت معكم أكثر من ساعة. فاللي بيمنع قعدة ساعة شو هو؟ المرض. إذن حرف امتناع لامتناع، فامتنع وقوعه في الخطيئة لأنه رأى برهان ربه. فهي الآية بيقرأوها النساء عاشق ومعشوق، إنه عشقته وعشقها. حاشا لله أن يكون نبي من الأنبياء وقع فيه تفكير خطأ. تفكير خطأ ما وقع به بعض يلي ما بلغوا، الله يغفر لنا ولهم، ما بلغوا مبلغ معرفة النبوة، يقول النبي أخطأ والله أنزل عبس وتولى أن جاءه الأعمى. هذا مو خطأ يا ابني، هذا تشريع. نبينا عليه الصلاة والسلام أعرض عن الفقير، هالإعراض هذا كان تشريعا، أنزل الله الآيات تشريع أنه إذا أجاك فقير ولو قاعد مع الأغنياء لا تكسر خاطره، تشريع.
فالله عز وجل جعل الأنبياء إذن مشرعين ولم يقعوا في خطأ ولم يقعوا في معصية. فبيجي واحد بيقول أخي آدم، الله عز وجل قال وعصى آدم ربه فغوى. سيدنا آدم لما أكل من الشجرة هل أكل رغبة فيها؟ لا، لكن لما إبليس أقسم له الأيمان وهو أول مخلوق، أول مخلوق الله خلقه بيده، ما بيعرف حدا بيحلف بي الله انكذب. فلما سمع، لما رأى أنه حلف له يمين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، فدلاهما بغرور. إذا ما وقع في المعصية برغبته، إنما بحلف اليمين صدق اليمين. فما حدا يفكر أن الأنبياء وقعت في خطيئة أو في معصية. لذلك خلاصة الدرس، أنتوا شو بدكم تاخذوا من هالدرس اليوم؟ نأخذ أن الإيمان يصون أهله، الإيمان يصون أهله ويحمي أصحابه. لما بتكون مؤمن الله يحفظك ولو وقعت، حفظ الله للمؤمنين. ومن حفظ الله تعالى، من حفظ الله تعالى حفظه الله في دينه ودنياه. وأسأل الله أن يغفر لي ولكم وللمسلمين أجمعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.